والله لو علمت ما تصنعه دهون وزيوت الوجبات السريعة والمقليات من ترسبات صلبة وانسدادات داخل أوعية الدم لما تناولتها ولو قدموها لك مجانا مع الهدية. هذا كان كلام الدكتور فهد الخضيري عن الزيوت المهدرجة على حسابه في تويتر، حيث أكمل كلامه عن مشاكل الوجبات السريعة والمقليات واستخدامهم لهذه الزيوت وضررها على ترسب الأوعية الدموية وصعوبة هضمها وعدم تحللها بالرياضة والأدوية. هنا في الاستوديو الدكتور فهد الخضيري، استاذ وعالم ابحاث في تخصص المسرطنات، حياك الله يا دكتور. الله يحييك، انا يعطيك الله يسلمك ويعافيك. انت من الدكاتره اللي قدروا يوصلون للناس بسهوله، يعني استخدمت السناب وتكلمت في تويتر، لكن او قبل ابدا بموضوعي اللي هو السؤال الرئيسي، انه وش نسوي؟ لازم ناكل وجبات سريعه، وش الزيوت المهدرجه؟ نعم. ببساطه الزيوت المهدرجة هو نفس الزيت العادي اللي يستخدم للزيوت النباتية، سواء زيت الذرة وغالبا زيت النخيل يستخدمون، أو أي زيت آخر من الزيوت النباتية. إيه؟ يغلى بدرجة حرارة 200. أيوة. لفترة طويلة. بالحالة هذه سيفقد كل القيم الغذائية، سيفقد الروح والحياة، لا يكون مادة غذائية، يكون فقط زي البوية، زي الصبغة. ثم يضخ الهيدروجين إليه بعد درجة 200 لعدة ساعات أحياناً وعدة دقائق، فيتصلب، يصير صلب متماسك. له ميزات، لماذا يفعلون هذا الشيء؟ الزيت ذا؟ لا، هذا زيت صحي، هذا زيت صحي سائل. ايه؟ نتكلم عن الزيوت النباتية اللي مكتب عليها سمن نباتي. أيوة. المتصلب زي اللي بتنكة يجي شوكو ملعق وشوكتين ملعقتين، بديل الزبدة، المارجرين كان يطلى فيه يعني بعض التوست. الزيوت هذه اللي عندنا بالبيت للبيض وكذا عادية، هذه زيوت نباتية ليست هي. نعم، هذه جيدة جيدة هذه، لكن تستخدم باعتدال. ايه، الثانية الزيوت الثانية، الزيوت الثانية المتصلبة اللي تستخدم في المطاعم السريعة غالبا، لأنها تتحمل درجة الحرارة لمدة 24 ساعة من يفتح المطعم من الصباح إلى حتى نهاية اليوم. نفس الزيت لا يغير، لأنه يتحمل درجة حرارة عالية ومهدرج، أضيف له الهيدروجين. طيب. فتصلب وأصبح يحفظ المادة التي في الرف إلى مدة سنة تقريبا، البسكوتات والمعمول وبعض المنتجات الصناعية تجاريا. فهذا يعني ميزته رفع صلاحية المادة وانتهائها بعد سنة، بدل ما تتزنخ خلال أيام. لو طبخنا بالزبدة أو الزيت العادي اللي هو هذا، ثلاث أيام أسبوع وتفسد. الزيت المهدرج 6 شهور إلى سنة تقريبا. البرجر هذا اللي قد شفت في اليوتيوب، أنا قد شفت مقطع باليوتيوب واحد مخليه أسبوعين ثلاثة نفس الشكل. نعم نعم، البرجر يضاف له ويخلط معه بعض الشحوم أو الدهون المتحولة، تسمى ترانزميتد فات. عليها تحذيرات، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية منعتها في 18. بلغت جميع المصانع وجميع هذا أنه يعني ينتقلون تدريجيا إلى الزيوت العادية، ويقللون طبعا تاريخ الصلاحية، أو يعني يتصرفون بالطريقة التي تحفظ، لأنها سببت انسدادات للأوعية الدموية، سببت ترسبات بالأوعية الدموية وجلطات. دكتور، أنت تقول لو جتك هدية، ها؟ نعم. لو جتك بهدية، نعم، والوجبة دي مع هدية لا تأكلها. إذا نعم، لو علم الإنسان بمقدار الخطورة فيها لرفضها، سواء جت هدية ومعها هدية مجانية. طيب عيالنا وش نسوي لهم الحين؟ أبطل أنا وعيالي لازم فرضا نروح وجبات سريعة؟ ليست كل المطاعم، في مطاعم يعني تحترم المستهلك وتقدر. كم نسبتها؟ كم نسبة المطاعم اللي تحترم؟ والله أنا أعطيها تقريبا 40 إلى 50%. نصف المطاعم تقريبا تستخدم الزيوت العادية وتستخدم الدهون العادية، الدهون والشحوم والمواد الصحية. لكن هناك مطاعم لا، هناك الأشياء المستوردة غالبا، يعني المطاعم التي تستورد لحومها وتستورد موادها طبعا لا، يعني لا تصمد أثناء فترة النقل والشحن والتخزين، فهذه تستخدم أكيد لكي تحافظ على صلاحية فترة أطول. 50% دكتور اللي تتكلم عنها، 50% الجيدة و 50% السيئة الرديئة. أي 50% هذه السيئة فيها من المطاعم الكبيرة والمركات المعروفة؟ نعم اللي نعم نعم نعم، فيه من المطاعم الكثيرة الكبيرة والشهيرة. يعني أنا أعتقد، أنا يعني لكي لا يعني نقترب من الحما، أنه إذا المطعم
له مصانع داخل البلد ويستخدم منتجات محلية، دواجن وطنية، دواجن محلية أو دواجن داخل البلد أو ذبائح داخل البلد أو حتى لحوم داخل البلد، أبقار أو حاشي أو كذا، ويصنعها في مصانعها، هذا أنا أعتقد أنه بعيد عن التهمة قريبا إلى حد ما، لأنه طازج ويصنعها اليوم وممكن ينقلها خلال أسبوع تكون وصلت للمستهلك وللأكل. لكن التي تنقل من بلاد بعيدة أو يفتخر بأنها منتجات كذا وكذا، هذه غالبا لابد من استخدام هذه الأشياء لكي تحفظ فترة الامتداد والصلاحية. نصف المطاعم تستخدم زيوت مهدرجة؟ أتوقع كذا، أنا أقول نصفها، ليست ولا يوجد إحصائية، لكن حسب يعني استقرائي. أنا أشتغل في الأبحاث 33 سنة، ولذلك وفي كل سنة أشتغل على بحث جديد ونوعية، عندي سعة اطلاع وعندي متابعة وعندي أيضا خبرة من الحياة. يعني أنا أجد أنه بعض المطاعم تحس وتشعر بهذا الثقل عندما تأكل وتشعر أنك يوم كامل يمكن بالغثيان، لأنه هذه أطبقت على، صحيح أنها لا تؤثر في يوم يومين ثلاثة إلى خمس إلى عشر سنوات، لكنها تضع طبقات بسيطة 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 على وعيها. وش النتيجة بعد 10 أو 20 سنة؟ انسدادات، جلطات، عدم حركة الدورة الدموية، ارتفاع الضغط. الآن عندنا مشكلة الضغط في السعودية وصلت إلى تقريبا رقم مخيف، حول 30% أو 25% تقريبا من الناس يستخدمون حبوب الضغط تقريبا، أو عندهم هذه المشكلة في بعض الدراسات والمجتمعات. السكر وصلنا إلى حوالي 40% المعلن والرسمي، والذين يأخذون أدوية ومسجلين حوالي 30% إلى 35%. وش الحلول يا دكتور؟ احنا نبي بديل الحلول. الرجال لازم أروح مطعم، ورجال لازم أدري وش هو العائلة، لازم المطاعم الآن بدأت تحترم المستهلك. في مطاعم فرضت عليها أشياء، وفي مطاعم هي استبقت هذا الشيء. تجد خيار، تجد السلطات، تجد لك الخيار، تضع مايونيز أو ما تضع مايونيز، تضع كذا ولا ما تضع كذا، تطلب منهم لا يعني يطيه بهذه الطريقة، لا تأخذ المقليات غالبا، خذ الأم المشوي وتزيل الأسطح الضارة لأنها قد تكون فيها هيدروكربونات المحترقة، الأسطح المحترقة فقط. نحن نقول دائما نطبخ زيادة. طيب لا، إذا زيادة معناته أنه فيها هيدروكربونات ونيترو أرينات والدهيدات. يعني احنا نقول بالله زيادة. نعم نعم غلطان، لانه في دراسات حسب انه ناجح الان، في دراسات انه اي لحوم محترقه او دهون محترقه الاسطح فيها ماده الهيدروكربونات المسرطنه والالدهيدات والنيترو ارينات وفوق عزلت، في دراسات كثيره. طبعا في امريكا يدرسون على الستيك وعلى البرجر وعلى الاشياء، لكن احنا عندنا مثلا يقاس عليها الشاورما والمشويات. فهذه اذا احترقت الجهه المحترقه، السطح المحترق تزيله. انا لا اقول لا تاكل، لكن تزيل السطح المحترق وتأكل ما تحته، أو لا اطلب منهم لا يحرق. أنت لابد أن تضع الخيارات، تطلب مثلا خبز بر بدل الخبز الأبيض، تطلب أنه يضع الخس والسلطات بدلا من الأشياء الضارة. فلدينا الخيارات، لكن نحن أحيانا نتجه لهذه الأشياء للذة ولذة الطعم. الطعم للمقليات أفضل أحيانا، الشواء المحترق مثل ما قلت أحيانا يكون ألذ وهكذا. فتجد أن الناس يتجهون إلى لذة الطعام. فأنا عندي مقولة سمعتها ودائما أكررها، تناول طعامك وكأنك تتناول الدواء من يعني مرارته أو يعني تغصبه. يعني وين اللذة؟ لحظة شوي، لحظة، لكي لا تضطر أن تتناول الدواء وكأنك تتناول الغذاء. فيعني يكون دواء، الدواء هو غذائك في لحظة لاحقة لهذه اللذة التي استمتعنا بها. أنا أعرف مجموعة شباب في استراحة يشوون ويطبخون ما لذة وطاب، لكن غير صحي ابدا ابدا. يعني حتى اني اعتزل الذهاب اليهم، ليس فقط اني اجلس ولا اكل، اعتزل. حتى انهم يتراهنون في مره من المرات على علبه المشروب الغازي الكبيره، من ينهيها. الان كل هؤلاء الموجودين ومعظمهم سكر، واحدهم بتر القدم بسبب السكر العالي، السمنه، الجلطات القلب، احدهم مقعد وجلطه قلب وكذا. هذه المجموعه، والآن لا يمكن أن تسترجع الصحة إذا فقدتها. نعم. وش يعاني منها السعوديين الآن بسبب الأكل السريع والوجبات السريعة اللي حنا يعني قضت علينا؟ دخلت على أنظمتنا الغذائية أنظمة جديدة للأسف. أطعمة مصنعة، مواد حافظة، نكهات صناعية، ألوان صناعية، أشياء مستوردة مصنعة، يضاف إليها أشياء مثل الصوديوم مونوجلوتاميت اللي يسمى الأجينوموتو أو الماجي الأبيض، دخلت عليها المثبتات، الأمينو أسيد أضيفت أحيانا لبعض الأذى للتحسين للطعم، لإزالة يعني أحيانا التزنخ الذي يحصل، ولإطالة فترة. هذه الأطعمة
ليست هي أطعمة آبائنا الذين كانوا يعيشون إلى 90 إلى 100 من أعمارهم ويصعدون النخيل ويعني نشاطهم اليومي مستمر. الآن في 40 وفي 50 تجدهم يصلون على كراسي في المساجد. أي والله. وتجدهم لا يستطيع أن يصعد الدرج، وتجده لا يستطيع أن يمارس مشي عادي أو رياضة بسبب هذه التلذذ بالدهون، بالمقليات، بالشحوم، التلذذ بالحلويات. لماذا حلا قهوة، حلا مغرب، حلا مغربية، نجيب اليوم المغرب القهوة الفلانية مع الحلا الفلاني؟ وإذا ذهبت إلى الناس تقول لك الزوجة والله نستحي ناخذ ما ناخذ معنا شيء، لازم ناخذ حلا. فأصبح سوق الحلا رائج، وهو كله يعني كل هذه الحلا بأنواعها بأشكالها، كيلو سكر، كيلو دهن مهدرج، يعني مهدرج دهن مهدرج ليته دهن، وكيلو دقيق أبيض، ليست صحية. أنا أعتقد أننا يعني لابد أن نغير طعامنا ونستمر على يعني النظام الصحي. الآن يعني ينتقدني أحد الناس لما طلبت خبز بر، قال لماذا ما شاء الله عندك سكر لا سمح الله، لماذا لا يطلب البر اللي عنده سكر المريض؟ يجب أن تكون غذاؤنا البر وليس الأبيض. والنادر جدا من الناس أن تجده ينتقي هذه الأشياء. طيب دكتور فهد الخضيري، يجب أن تستمر في هذا الكلام، رغم أنك يعني أحيانا أتصور أنك إعلاميا ما تظهر، أو أنه يعني تنحى لأنك أنت قاعد تتكلم كلام يسد نفس المستهلك، ولكن أنت قاعد تخاف عليه. أنا شاكر لكم مقدر الدكتور فهد الخضيري، إحنا مستمرين نستضيفك هنا، بس لا تبخل علينا. جزاك الله خير. الناس كثير شكرا. يحتاجون هالكلام. وأنا جدا أشكركم أولا وأفتخر بكم، يعني أنتم قدمتوا توعية، أنا عارف شاركتم بهذا الشيء. أنا عارف أنه في كثير ما يبون الدكتور فهد الخضيري أنه يظهر، لكن عندنا في على هذه الطاولة صراع الأقران يقتل والحسد، نبي نتكلم. ما جزاك الله خير. شكرا. سنستمر. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا. أنا أشكركم وأشكر قناة الاخبارية. الله يحفظك. وأشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على الاهتمام بالتوعية الصحية. أبد تحت أمرك. شكرا لك. شكرا. الله يبارك.